والله ده الشعب افتقر والمهنه لمت، الواحد يروح يشتغل مهندس كمبيوتر احسن. اهرابي اهرابي بتسرق بين العصايا المرصعه بالزلط الكريم. على فكره يا حاج انا هسيبك علشان نعمل احترام للشعرتين البيض اللي عندك دول. دول شعرتين بيض؟ دول شعرتين؟ انت ما بتعرفش تعد؟ دول شعرتين بيض يا دوق. عايز ايه؟ بقول لك ايه، ما تخلينيش اخرج عن اداب المهنه وزعل مني الهجمين. لو زعل الهجمين ليه يعني؟ وانا لو ما سبتكش هتعمل لي ايه يعني؟ بقول لك نزل ايدك لو سمحت يا حاج. مين اللي نزل ايدي؟ انت نزلت ايدي؟ خلاص خليها ولا يهمك. وانت لا ما رضنيش، ما رضنيش انت تزعل الهجمين. انا بقى اتصرف من غير ما تزعل حد. شيل ايدي العصايه. اه اهي ادي العصايه. ايه حق ايه؟ تعال. ايه اه حرامي حرامي. واسمك الكريم ايه بقى؟ حفيدك الصغير رستم. رستم؟ رستم؟ في حرامي اسمه رستم؟ انت مش شايف يعني ان ده اسم غريب على حرامي؟ والله يا جدي اللي قدامك ده من سلاله العيله المالكه، بس للاسف بعد ما امموا نصيبنا في الاراضي ومحلج القطن وقناه السويس. قناه السويس؟ هم امنوها؟ امنوها؟ يا نهار اسود، ده انا ليا فيها فلوكه. فلوكه ايه والله؟ المهم الزمن دار بينا من اب الجد لغايه ما بقيت زي ما انت شفتني وضربتني كده حرامي. ولا يهمك خالص، ولا يهمك، لان بص حرامي ناجح احسن من كونستابل فاشل. المهم التوبه دي ملهاش معاد يا جدي، يعني انا الصراحه كنت ناوي اطلع حج بعد العمليه دي على طول. حتى بص بص ادي الباسبور والفيزا بتاعت السعوديه، انا حطيت كل فلوسي في الباسبور والفيزا واشتريت شويه سبح وجلاليب وساعه فيها بوصله، بس قلت اعمل عمليه اخيره كده اكفي بيها مصاريف البيت يعني. اه ايه ده؟ والبير حرامي؟ البير حرامي؟ الحمد لله. اه وانت يعني كنت هسافر تحج بقى وخلاص؟ يا خلاص يا ده انا هساعدك يا اطب، ده انت نويت ان انت تتوب توبه وانا هساعدك بقى. ربنا يخليك يا جدي، ايدك ابوسها. آه لا لا استغفر الله العظيم، لا استغفر الله العظيم. هذا الباسبور؟ لا الباسبور ده خليه معايا عشان هساعدك يا اطب، وليك عندي شغلانه. آه حاجه بقى ايه؟ آه يعني شغلانه زباله يعني. بجد؟ بجد يا اطب. كده كده الاريال ده بقى ايه يظبط ويلقط بقى اول ما يجي التلفزيون، اوصل الاريال على طول ويلقط بقى من الدش بتاع ام ميرفت ويلقط بقى الفضائيه المغربيه ويبقى كله تمام. حرامي يا ماما. ايه ده؟ اتقبض عليه تاني الفاشل الفاشل. هينجح امتى بقى؟ هيسرق امتى بقى؟ سمعتك خلاص. حرامي يا عادل. سمعك خلاص. حرامي يا عادل. خلاص عرفت ان انا حرامي مهدي بقى. الله لا 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 ولا ولا اوعى توقع التلفزيون ده على الارض، عليه اقساط، خليك تدفع الاقساط قبل ما تسرقه. انا بقول لك اهو يا لص يا زق الفجر. قلت لك يا عادل ركب حديد على شباك المطبخ، ما سمعتش كلامي؟ انا دخلت من الباب عادي يا حاجه، ما تكلفوش نفسكم. يا سلام، هتعمل لي فيها يعني؟ خايف على فلوسنا؟ ده انا هفرجك. حرام حرام يا عادل، من فضلك اسف. حرامي سنفتيك ورقه. ميرسي قوي يا فندم، ربنا يخليك. انتوا ايه هتقعدوا تسيروا مع الحرامي؟ بقول لكم ايه، كتفوه على ما اروح اجيب الواد رمزي واجيب شويه ناس كده اهو، نمسكوا نورين وعلقه قبل ما نسلموا البوليس. ما حدش يقول لي حرام. عادل يا حبيبي، ارجوك يا حبيبي، احنا مش في غابه، هو في بوليس وفي نيابه وفي محكمه استئناف. اه وفي محكمه الاسره اللي هوديكي ليها ان شاء الله. اسمعوا كلامي، كتفوه. ها ياسمين. نعم. عارفه القلم الجاف؟ عايزك بقى ما يكتفوه تقعدي تغزيه في بطنه. ها حرام. ممكن الريموت بس بعد اذن حضرتك. حرامي مسكت حرامي مسكت حرامي. فين الحرامي؟ فين الحرامي؟ مسكت حرامي. ايوه جدو. ايوه فين هو الحرامي؟ اهو يا جدو هنا. فين؟ ها ايه ده كده؟ اتفطسوا الحرامي. حرامي حرامي عليكم، حرامي عليكم. عشان ما يهربش يا جدو. يهرب وانا موجود؟ يهرب وانا موجود. طب ده انا بره بسكر حرامي ويلا قوموا قوموا قوموا. هرب عليكم. هيفلت منك يا جدو. مش هيفلش مش هيفلش. قوموا 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 قوموا. هرب عليكم. ده فتس فتس فتس. انت فين يا عم؟ انت فين يا عم؟
اوه اوه يا حرامي، كنا جبت سيرت في حاجه. انا بسجل لك انا بكره هبيسك يا حرامي. اهم جد الله يبارك لك، الشغلانه اللي انت جايبها لي دي تعبتني قوي. حرامي انت حرامي وجاي تسرق بنت حفيدي عادل سعيد الحيوان؟ حرام عليك حرام عليك، يعني هو عمل لك سرق ايه ده؟ تلفزيون يا جدو، التلفزيون 17 بوصه. ومين الحيوان اللي مسكه؟ انا يا جدو، انا اللي مسكته لوحدي. وانا اللي ساعدتها يا جدو. انت ما ساعدتيش، انا اللي مسكته لوحدي. يعني انتوا مسكتوه وانت ايه يا حرامي؟ حرامي يا جدو، عادل نزل تحت علشان يجيب العصايه والعصبه والناس اللي دمها حامي علشان يلقنوا الحرامي دانسن لن ينساه ابدا. دانسن هيلقنوه دانسن. ومعايا وبهايا عيني يا حرامي. قوم تعالى لو وتلقنوه درس ليه، وانا عدي عصايه فوق وعدي سبوره وهلقنه درس عشان بره كنت في المغرب وفي ومسكنا البوليس. يلا يا حرامي يلا. يا جماعه انا عايز اعمل لجوء سياسي لكوبا، ما حدش معاه تليفون. جيفارا مات، اخر خبر في راديوهات. يلا يا حرامي يلا. الله يرحمه. طب كاسترو؟ طيب كاسترو ده وقت كاسترو وجيري ده وقت كاسترو. تعالى حرامي، ده انا هبهدله. مانديلا؟ طيب حدش معاه تليفون مانديلا؟ وانت جاي تنف حسب مانديلا، حسب معايش مانديلا. تعالى نف معايا. طب غاندي؟ طيب مناظير بوتو، زوربا السوداني، اي حاجه يا اخوان. يلا حرامي كويس ان احنا مسكناه. خش يا حرامي كده خزلتني كده يا حرامي. يا جدو ده انت عليك احفاد ياكلوا الزلط، ده سناق دي ايديها تقيله قوي. سناق دي بقى انا هتقب منها. البنت دي على طول بتبوظ كل خططي. طيب كذباني دلوقتي، قاعد بتفرج على التلفزيون، بتفرج على الفضائيه المغربيه الفضائيه. ما تتفاهم معاهم، يدوك التلفزيون ده هديه وتخلينا نخلع احنا من المشوار ده وتتفرج على المغربيه دي براحتك. لا يا ناصح، بص الحاجه اللي بتيجي بالسهل بتيجي بالسهل، والحاجه اللي بتيجي بالسهل لا ما بيبقى لهاش طعم كده. طعم وانت هتاكله التلفزيون ده؟ ولا هو انت هتطلبت معايا؟ انا حرامي وهتطلبت معايا وحرامي. ولا بص انا هغير الخطه، انت عرفت الخطه الاولانيه؟ لا خلاص انا هغيرها. انا مش فاهم انتوا ازاي تسيبوه؟ هو احنا يعني اللي هربناه؟ ما جدك قفشه من قفاه وطلع بيه على السطوح فوق بيعلمه الادب بيتضرب يا عادل. وفين بقيه العيله؟ فين بقيه العيله؟ دخلوا يناموا، اعتمدوا علينا يا عادل. اعتمدوا على حيطه مايله طبعا. احنا كان المفروض من الاول نبلغ البوليس. بوليس؟ ايه يلا ده؟ انت جايب لي حراميه يمسكوا الحرامي قد؟ ما هما بقى اللي هيفهموه بقى دول. انا قلت كده يعني. بص بقى دول، انا عندي راي في الموضوع ده، احنا بعد كده اي حد يمسك حرامي يقوم حبسه عنده في الاوضه ويتكفل هو بمصاريفه عشان ما نكلفش البوليس يا دوله بقى. يا سلام، انت صعبان عليك البوليس؟ يعني كده الحرامي هيبقى جاي له عقد عمل، يعني باب رزق بيتفتح له. بكده هنبقى استفدنا، لان احنا هنقدر نفرتل المجتمع من اللصوص، وكده هنعرف نعيش في المدينه الفاضله. صح يا رانيا. بص بقى يا دوله، انا هطلع لبابا ستو علشان نفسي اشوف الحرامي ده بدل ما يموتوا. يا دوله نفسك اشوف الحرامي؟ اطلع له وبابا جده بقى يا سيدي، ده بقى ما بيفرقش، اكيد هيلوشك اتكل على الله. باي. في حاجه مريبه بتحصل. وبص بقى، اهم حاجه احنا هنخش، انت بقى هتروح على الشقه وعايزك تسرق الراديو بتاع العاب بيتي. ها بيتي، اسرق الراديو عشان ده بخف وزنه وعلي صوته يعني. وبص الخريطه، ودي الخريطه، هنا مصر وهنا هو لبنان عشان ده انتاج مشترك بين مصر ولبنان، وبعدين هنا هو امريكا، وهنا عند المطبخ، وهنا المطبخ، وانت داخل على المطبخ مالكش دعوه بالثلاجه، مش تقعد تفتح الثلاجه وتقعد تاكل بينها. لا انا بحب اتعشى قبل ما اتمسك. برافو عليك، انا احب الحرامي اللي يصرف على شغله. وهنا كمان السلام عليكم. كبسه ايه يا عم؟ كبسه من مدرس، انت بتذنب. تعالى. السلام عليكم، وحضرتك الحرامي؟ والله بص انا مبسوط قوي اني شفت حضرتك، والله من زمان انا بشوفكم في التلفزيون والحاجات دي. وحضرتك اشتغلت مع الاستاذ توفيق الدين؟ والله كان هيحصل تعاون يعني، بس ما حصلش نصيب يعني. انا رمزي. انا ارتحت لك قوي يا رمزي. ازيك يا رمزي؟ عامل ايه؟ وانا رمزي. نعم جدا. وانت بتحب الحراميه؟ موت انا بحبهم، وهم كمان بيحبوني، ده انا اتسرقت قبل كده مرتين، بيعشقوني الحراميه دول. بقول لك ايه يا رمزي، وانت تشتغل مع الحراميه؟
لا 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 خلاص لا يا عم ما تعملش دهوشه، خلاص بلاش، مش عايز بلاش. لا انا قصدي موافق، موافق يا بابا ستو. انت مرتاح له ده يا عم جده ده ولا ايه؟ لا والله مش مرتاح له، بس هو حد يسندك برضو يا فاشل، يا اللي فشلت في التلفزيون يا فاشل. انا يا بابا ستو هسنده، انا جربني ده انا اصلا حرامي اصلا. انت اصلا حرامي؟ خلاص وهجربه بقى وخلاص، وانت تطمن يعني ما تقلقش خالص. تعالوا معايا بقى عشان غيرت الخطه. طب وهو ما حضرش الخطه الاولانيه؟ ويعني لو حضر الثانيه هيفهم. ده غبي غبي، بقول لك يعني غبي غبي. امال جايبينه ليه لما هو غبي؟ بص، مش كل خطه بيبقى فيها نسبه فشل؟ وهو ده نسبه الفشل بتاعت الخطه دي يا فاشل. يا رب افشل، يا رب افشل. طب ما في واحد فاشل جاهز اهو، تاخده. نفسك بالشراب ده هتشبهنا يا ابني. اطفي النور هتفضحنا. مشغل البتاع اللي في ايدك دي؟ لا يا رستم، اهل البتاع دي انا افرض خلصت، وبعدين انا عايز الحجاره بتاعتها احطها في الحصان اللعبه بتاعي بقى. صوتك هتفضحنا. ماشي ماشي، راقب انت الطريق لغايه ما انا اخش اجيب الراديو. ماشي. انه طريق؟ مش لما الاقي الراديو. ملامح رمزي. بس بس بقولك ايه، هو انت رمزي ولا انا اللي بحلم؟ لا هو انا رمزي، بس مش عارف اذا كنت انت بتحلمي ولا لا. انا صاحي اشرب، بس انت جاي هنا تعمل ايه؟ طب انت يعني حضرتك صاحي دلوقتي تعطلي شغلنا؟ ادخلي بقى جوه عشان خلص الشغل. ودي صوتك هتفضحنا. خلاص خلاص، انا هبقى اشرب في وقت تاني. اسكت انت بقى، ايه الخيالات دي؟ قول انت نايمة. ها الطريق امان يا رستو. الخطة نجحت. ايه يا ابني؟ ايه ايه؟ يلا بينا الخطة نجحت. يلا بينا. يا جماعة استنى يا رستو، استنى، الخطة لسه ما خلصتش، لازم نجرب الراديو ده اهو. نجربه ايه يا ابني؟ احنا هنشتريه. يا عم اسمعني يا رستو، افرض دلوقتي طلعنا احنا فوق وما لقتش اي قناة ولا حاجة، دلوقتي بابا ستو هيقول لي انزل يا دي رمزي وبتاع، والسلالم عالية يا عم. عشان انا ما يهونش عليك، ما يهونش عليا تعبك ابدا. اللهم طولك يا روح. يا نهار اسود، وطي راسي شويه. تسحب يطار، وطي انت صوتك هتفضحنا. هو الراديو اعلى من صوتي. تغير المحطه. ايه ده؟ سمعتنا ازاي دي؟ يلا يلا بينا. انت لسه هتقعد تعمل لي كده قدامي؟ صوتك يا غبي. يا جماعه ارجوكم اوعوا تفهموني غلط. امال نفهم ايه؟ وبعدين انت تخصص اجهزه كهربائيه بس، وانت ايه يعني فاتح في شارع عبد العزيز؟ يا ماما يا ماما، بس حرامي سمباتيك ورقه تاني. بابا ستو، بابا ستو، بابا ستو. ايه بابا ستو؟ انا رمزي، انا رمزي. رمزي ده ولا مفيش ولا الف مبروك، الف مبروك يا بابا ستو، الف مبروك. عملتوا ايه؟ سرقتوا راديو زي ما قلت لكم؟ لا، الواد رستم متمسك تحت، الحمد لله ربنا استجاب له دعايا وفشلنا. فشلنا كان فاشل واحد دلوقتي، بقوا اتنين فاشل، بقوا اتنين فاشل، اعمل ايه بس يا رب؟ استغفر الله العظيم، انا اللي قفلت عليه. المره دي بقى لا تقول لي جده ولا ام جده، انا ظبطتك متلبس، هوديك الاسم يعني هوديك الاسم. لا لا حرام، بليز يا عادل، ده حرام عشان فتشيك ورقه خالص. ميرسي يا بيبي. بليز اديله فرصه تانية، ما هو اصل القانون بيقول لكل حرامي تلات محاولات. ده في انه قانون ده؟ ان شاء الله قانون البلاي ستيشن. كده يا مفتري تاخد الراديو بتاعي اللي بسمع فيه ام كلثوم وقال الفيلسوف. خش يا فاشل، خش يا فاشل. ورا كل شويه، كل شويه اروح اضمرك واجيبك من حته، كل شويه اروح اضمرك. يا عم اديني الباسبور بتاعي بقى وخلصني، عايز ابعت امي تروح تحج، وانت بقى بلغ عني وسلمني للبوليس براحتك. وانت كنت عايز تروح تحج قبل امك ما تروح تحج؟ طب ده انا بره كنت انا عايز اروح احج قبل امك
وأمي، وكنت في المغرب وبعدين قلت أروح أحج يلا. طب أنا دلوقتي يعني أراضيك إزاي أنا دلوقتي؟ يا جماعة بصوا بقى، يا جماعة بصوا بابا ستو، إحنا بقى أنا هقول لكم على فكرة جديدة خالص. أوه. إحنا دلوقتي سرقة البيت بقت خطرة علينا دلوقتي وما بقتش مناسبة لينا، لأن الحرامية الكبار اللي زينا ما ينفعوش الشقق دي. صح. إحنا أنسب حاجة لينا سرقة البازار اللي أنا شغال فيه اللي هو بتاع دول حبيبي. ها احنا نروح نسرق البازار، ودلوقتي البازار ما فيهوش غيري انا، وانا جبان بخاف من الحراميه، فهنسرق بسرعه وكده هون العمليه هتتم بسلام وامان. ايه رايكم بقى؟ وبالمره كنت عايز اسرق حاجه مهمه قوي من البازار. وانت تقعد تقول كلام كتير، قعد ربع ساعه بتقول انا خلاص انا بقى انا هتصرف انا. وبصوا انا اقول لكم على فجأة. ايه العمليه دي؟ انا هنزلها معاكم بنفسي. الله 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 يا اكبر حرامي يا بابا ستو. الواحد بقاله فتره يعني ما سرقش حاجه، بس خلاص بقى قررت اسرق. وبص على اوريكوا الخطه عند اللي هي اللمبه بتاعت الخطط بتاعت الخطط واللمبه دي، وانت بتنزلها كده اهو، وبعدين بتطلعها كده وتنور وتنزلها كده اهو، وتقعد تطلعها كده وتنزلها. وبص بقى العضلات، بص العضلات، بص العضلات. ارنولد عرفته؟ انت فهمت حاجه يا رمزي؟ لا يعني عرفت هنعمل ايه ولا ايه؟ اه الحكايه دي غريبه، انا حاسس ان في سر معين، لان الحرامي تاني مره نقفشه وجده يمسك الحرامي وبعد كده يرجع تاني الحرامي. اعتقد ان جده فشل في اقناع الحرامي ان الجريمه لا تفيد وان الاصلح العمل الشريف. لا 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 لا، جده ما بيتكلمش بالاسلوب ده خالص، يا ريت يقول الكلام الحلو ده. انا حاسس ان هو اللي ورا الموضوع ده كله. ايه ده؟ تقصد تقول ان جده متواطئ ورا كل اللي بيحصل ده؟ ده مش بس وكده، لا مش بس وكده خالص، لا جده ده لعلمك بقى الراجل ده خطر، وانا شاكك انه في المغرب كان وراه قضايا وان البوليس الدولي بيدور عليه. انا بقى هبلغ فيه البوليس الدولي. لا لا لا، وعارف ايه كمان؟ اصلا جده كان في امريكا، ممكن يكون هناك اتعرف بمستر اكس او اكس بقى واي زد، انا ما تفرقش معايا. جده ده انا مش هستنى عليه لغايه اما مثلا يعمل لي سندوتش مفخخ وياكلهوني، ده الراجل ده مرعب رهيب. تقصد تقول ان هو عايز يعمل انقلاب وعايز يبقى رب الاسره؟ لا 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 لا، احنا لا يمكن نسمح بهذا التجاوز اصلا. انتوا يا ماما اول ناس هتجروا اول ما تلاقوا اول توكه حزام اترفعت عليا، بس انا بقى اللي مش هسكت، لن اسمح بهذا التجاوز. ايه هيرميني بعد كده في المنور؟ لا بصي انا هطلع دلوقتي اتجسس عليه واكتشف بيفكر ازاي، عايز يعمل ايه، اي حاجه اي حاجه. عادل توخى الحذر. سافعل سافعل. أنا عندي خطة لسرقة البازار، إحنا نروح نكمم عادل ونسمم التماثيل وبكده البازار يبقى في إيدينا. وفين بقى هي الخطة؟ ما قال لك يا عم جدو هنكمم عادل ونسمم البازار وبكده التماثيل تبقى في إيدينا. صح. لا أنا عندي خطة تانية خالص. إيه؟ إحنا نسرق البازار ونقعد نعمل كده. كل حلفائك خانوك يا عادل، حتى رمزي الحيوان. يا عم جدي ارحمني بقى، اعتقني، نديني بصبوري، نفسي اتوب، نفسي اعيش حياه شريفه يا ناس. ايه يا رسم انت متسربع ليه على التوبه كده؟ هتوب يا عم. بص انت تتوب على العيب احسن، اسمعني. ايوه هتبقى اجازه وهتعرف تاخد اللي انت هتاخده وتمشي بقى براحتك. بص يا ده حرابي يا ده حرابي يا حرابي، بصبورك بصبورك هيفضل عدي. وبص انا عايزكم تركزوا في الشغل، عايزكم تركزوا في اكل عيشكم. تعالوا معايا، شايفين البتاع دي؟ ايه هنسرقها؟ لا يا قط تسرق ايه؟ اه دي انا عايزكم تتدربوا عليها عشان دي اللي هتخش كده وخش كده وخش كده. عايزكم انتوا الاتنين مع بعض شدوا على طول، واحد اتنين وشدوا على طول، واحد اتنين تلاته. اه كهربتوا؟ اه انا اللي كهربتها. يلا حربيه. ايه ده؟ مين ده؟ انا رمزي يا بابا ستو. هو عامل حرامي؟ اه. طيب دلوقتي الساعة بتاعت الصفر هتبقى الساعة 13، اظبطوا منبهاتكم. ماشي. معاكم منبهات؟ لا. خلاص نبقى نسرق بقى منبهات. خلاص أنا غيرت الخطة. إحنا هنسرق منبهات، نظبطها مع حد تاني ونبقى نعمل خطة، خلاص؟ ماشي. اتفقنا على الخطة؟ اتفقنا بابا ست. يلا بينا. كده يا جدي حتى الراجل اللي عايز يتوب قافش عليه.
خش يا حراميه، خش خش، برافو عليكم برافو عليكم. يا ده انا حبيت السرقه قوي، هي والواد رستم. وسرقنا وقشطنا كل البازار والحمد لله، وعمليه ناجحه. شايفته ايه ده؟ انا سرقت البرتمان، سرقت البرتمان، سرق. وايه ده؟ وايه ده؟ انا رسوح البنزقراطي اللي فيه كل التاريخ مع الحريم. السرق يا اخوانا، حرام عليكم. مين اللي سرق؟ بس يا بابا ستو، اكيد الولا رستم هو اللي سرق. ما تجيش منك يا رمزي، ده انا كنت معاكم يا راجل. يا جدعان حرام عليكم يا اخوانا، اعتقوني وبلغوا عن انا حرامي يا ناس. حد يبلغ عني البوليس يا اخوانا. يا حرامي، ودي جايبه منين دي؟ من البلكونه من عندكم يا سريه. من ايه ده؟ انت حرامي، ده انت حرامي. بص يا بابا ست، ودي بقى انا سرقتها من البازار. بص، كان نفسي اسرقها من زمان، شبهي بالظبط. صح يا رستم؟ يلا رمزي، حصلت تسرق اخوك. مساء الخير ايتها اللصوص. ايه ده، انت عرفتنا؟ ايه ده، ايه اللغه العربيه اللي دخلت علينا دي؟ على رانيا سعيد، مندوبة عصابة عادل سعيد لسرقة محتويات غرفة جده. يا خبر ابيض، ودول حبيبي فتح عصابة؟ لا ده انا كده بقى اشتغل معاه حتى لو ببلاش بقى. سلام عليكم، ادي اول سرقة. سلام يا رستم. عربي، بالنسبة ليك مستر تيف. سيف مين يا فندم؟ انا رستم، انا بقيت واحد من العيلة خلاص. باسبورك في حوزتنا تحت عند استاذ عادل سعيد، انزل خده. بجد ربنا يكرمك، والله العظيم لا ادعي لك في الحج ولا. رمزي، رمزي. يا رستم، انت هتوحشني قوي يا رمزي. والله انت اكتر يا رستم، احنا مش هنشوف بعض تاني؟ طب ما ناخد موبايلات بعضينا. يا ريت يا ريت. خد يا حبيبي، خد معاك. سمعني صوتك بقى. هتوحشني والله. انت اكتر والله. السلام عليكم. يعني الواد الهفق عادل هو اللي جه قلب الاوضه؟ ايوه يا جدو، وبعتني عشان اعمل معاك مقايضه، تسلمه محتويات البازار يسلمك محتويات الغرفه. كده بقى هضطر الجا للسلام مرغما، مش بمزاجي يعني. هرجع للسلام عشان اخد كل ذكرياتي وكل التاريخ بتاعي، بس بعد كده هنتقم، وممكن كمان اولع في الاوضه اللي انا ساكن فيها دي. هنتقم. على الممثلين. والله فكره، نطلع نتصور معاهم ونقف جنبهم كده، يمكن نتنجم. ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ممثلين بقى ويقعدوا يتنكوا علينا يعني؟ وعشان ايه يعني؟ عشان ايه نقعد هنا بكرامتنا احسن؟ يا سلام. لا يا حبيبي، مش كل الممثلين مغاريه. انا مامي مره اتصورت مع احمد رمزي وكان واقف على البلاش بالميو. الله، وباباكي شاف الصوره دي؟ ما هو بابي كان متصور مع ناهد شريف. ده انتوا عيله تافهه بقى، يعني تقعدوا تجروا على الممثلين وتصوروا معاهم. طب عارفه، انا مره قابلت سليمان عيد. واقف انا كده اهو عند الاسانسير، ويا دوبك الاسانسير لسه هيوصل، لقيت سليمان عيد داخل بقى. يعني هو كان متخيل ان اقول له اتفضل انت مثلا الاول، او مثلا اول ما اشوفه اضحك، ولا عبرته. وحتى قال لي صباح الخير، ما رديتش عليه. يعني ايه يا جدعانه منك انك تقابل فنان عظيم مشهور زي ده ويتواضع ويقول لك صباح الخير، تقوم انت ما تردش عليه؟ وانا اخلي واحد زي سليمان عبيد ده يتنك عليا ليه؟ يعني اذا كان هو ممثل، انا برضو صاحب بازار، يعني انا بيجي لي وفود من المانيا، كان بيقف طابور كده عشان يتصوروا معايا. لدرجه مره كان في ظابط عدى كده لقاهم واقفين طابور، افتكر ان ده طابور عيش، ببيع عيش يعني. يا سلام. ايوه. اخويا حبيبي، اخويا. ايوه. بس اخيرا حبيبي، معاك عبد المجيد حبيب مدير انتاج. ايوه. انتاج ايه يعني؟ حضرتك مصنع وعندك خط انتاج مثلا ولا ايه؟ لا اخويا ما تفهمنيش غلط حبيبي، انا مدير انتاج افلام مسلسلات. حاجه ساقعه مثلا، شيبس. هنقضيها بقى تريقه ولزازه وحاجات كده، مع ان انا جاي لك من الاخر وبكلمك بكل حب. طب حضرتك انا تحت امرك، عايز ايه يعني؟ شوف اخويا حبيبي، احنا بنصور فيلم هنا فوق يعني، والبطله بتاعتنا الست المتالقه، الست مرفت، وبعدين يعني زي ما تقول كده محتاجه مكان يعني يبقى استراحه، تعمل فيه مكياج، تحفظ، تشرب حاجه ساقعه، قهوه يعني. وبعدين الصراحه وقع الاختيار على الشقه بتاعتك دي، وانا جاي لك من الاخر هو والله وبكلمك بكل حب. طب حضرتك مرفت مين؟ مرفت مين؟ مرفت امين. مرفت امين.
ميرفت امين يعني وعايزه اتصور هنا حضرتك؟ يعني ما يعني استراحه ازاي يعني؟ لا حضرتك فاهم غلط يعني، انا ما عنديش استراحه. ده احنا هنديك 1000 جنيه في اليوم. حضرتك انا المكان هنا مخصوص للاستراحه بتاعت الاستاذه ميرفت، وعندي اوضه مخصوص يعني عارف ديكورها معمول للاستاذه ميرفت. 1000 جنيه بقى ايه؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا حضرتك. قلت لي اسمك ايه؟ عبد المجيد حبيب. معلش يا مامي حبيبتي، كركبنا لك الاوضه بس اصل مش حاجه طبيعيه، ده حدث تاريخي. انا مش مصدقه ان اخيرا اخيرا ربنا استجاب الدعوات بتاعتي وهشوف نجمه كبيره زي ميرفت امين. وايه مش هنقابلها بس؟ لا دي هتقعد معانا اسبوع بحاله. على فكره مامي انا هاجي اقعد معاكي هنا في الاوضه، وعادل هينام عند مامته، بس احنا لازم نسيب لها الاوضه. الست هتقعد فين برضه؟ عايز اقول لك على حاجه كمان، الانفصال بيني وبين عادل مش عاجبني، بس هو مش اي حد، ده ميرفت امين. بس ابوس ايدك حبيبتي عشان خاطر ماما. ها اوعي تفكري تخشي المطبخ، مفيش داعي بقى ان تطبخي لها طبخه كده، ومفيش داعي نجيب لها تسمم للست، حرام ده الفن عاوزها. اوكي يا مامي حاضر. مامي انا استلفت لك دي من سوزي، كل واحده فينا هتتصور صوره لوحدها معاها، وبعد كده كلنا هنتصور صوره جماعيه لينا احنا الثلاثه بس، اما الباقي اللي قاعدين بره دول مستحيل يتصوروا معانا لان دول اخرهم شعبان عبد الرحيم. شكرا يا سيدي جدا، بس بقول لسعادتك ايه؟ ايوه انا اشوف بكلم سعادتك بكل حب، واختصارا للموضوع إيه الهانم الست ميرفت ما بتحبش اي دوشه ولا داخل خارج عليها ولا رغي ولا الاستظراف بتاعك ده، الله يكرمك. يا استاذ عيب يا استاذ، دي ضيفتنا فهنرحب بيها ونشيلنا فوق راسنا طبعا. الله يكرمك. اتفضلي يا هانم، اتفضلي يا كبيره يا مجد. بس يا استاذ خلاص، الهانم ما بتحبش الدوشه ولا؟ بس يا عبد المجيد قرفتني، انا كرهت الفيلم بسببك. انا لما عرفت ان انت مدير الانتاج انا كنت هسيب الفيلم. طول الوقت بترخي في الفاضي والمليان، انا بحب البساطه الهدوء. في فلوس وقعت منك. حضرتك ماجد سعيد. ايه ماجد؟ تغيرت اسم مش لسه سعيد لعادل؟ لا يا حبيبي حبيبي يا مديري على الاسم الجديد. لا 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 حضرتك عادل سعيد، بس يعني اتلخبطت ما شفت حضرتك. ولا رانيا، رانيا مرات عادل سعيد. رانيا سعيد نورتينا. بس يا رانيا، بس يا رانيا مش عايزين نضايق الاستاذ. رانيا رانيا معلش احنا اسفين جدا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي اتفضلي يا هانم. يا ست يا كبيره يا عظيمه. بس بس ايه يا حبيبتي؟ انتوا كلكم ساكنين هنا؟ اه، وده بابا ودي ماما ودي عمته سناء ودي تيتا مجيدة ودي تيتا انعام ودي خالته نجلاء. انا اتشرفت قوي، يا رب بس ما اكونش ضيفه ثقيله عليكم. يا خبر ابيض، لا معقوله يعني حضرتك ازاي تقولي كده؟ امال رانيا تقول ايه بقى يعني؟ اتفضلي. لا لا اتفضلي، مفيش وقت مفيش وقت، خلاص الشوط ربع ساعه وهنبتدي. في ايه في ايه؟ هو قطر يا عبد المجيد، اسكت هقعد معاهم شويه. بتاعت مجيده، ممكن احضنك كده زي الفيلم اللي كنت طالع فيه ده اللي اسمه ايه اللي كان فيه ميرفت امين؟ يا ماما ما قال لي انت حضنها كده هي ميرفت امين. اوعي انت هتصور في الاخر. ها هتصور في الاخر بقى. نوكا نوكا هنا يا نوكا. انا خلاص يا قطه. طيب طيب يا نوكا يا نوكا. انا هتصور في الاخر بقى. يلا بقى انا يا مامي والنبي عايز تصور معايا. اه وهي تصور وانا هتصور في الاخر بقى. فاضل البنوته الصغيره لسه ما اتصورتش. يلا خشي اتصوري يا ياسمين. لا لا بنت هطردك في الشارع، مش عايزه شغل معاها. هي مؤدبه يعني، بس ما تبقاش مؤدبه يعني ساعات. ممكن بس ادخل الاوضه عشان اغير وكده. اتفضلي اتفضلي يا نجمه، اتفضلي يا نجمه نجوم الكل، اتفضلي يا كبيره، اتفضلي كل حاجه جاهزه. اسكت اسكت. غريبة قوي، راجل وكل الستات دول، بس شكلهم لطاف.
متهيألي إن أنا هرتاح معاه. أمال يا هانم، ده أنا مختارهم على الفرازة. والله يا نجمة أنا مختارهم بكل حب. فاكر أول مرة حبيت فيها عبد الجيد؟ ليه بتفكريني يا أستاذة؟ كانت البنت كراميلا بنت عبد السايس. ليه بتفتح عليك الروح المقفولة ليه؟ أنا هروح أطمن على الكاميرا. أحسن تسخن. أدخل. حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا أبدا. وإيه الأستاذ بقى هو اللي بيظبط الشخصية من الخارج بقى. برافو عليك. طبعا حضرتك يعني بتستغربي وتقولي عرفت إزاي إن الشخصية بيبقى لها دواخل وخوارج وكده يعني، وده بقى إيه؟ ده سيناريوس؟ ولا بتسموه سكريبت باين؟ حضرتك بتمثلي ولا حاجة؟ لا في حاجة يا أستاذ عادل؟ لا مفيش، هو مبدئيا يعني يا حضرتك أنا عادل سعيد، أنا شاعر، هتحبيني قوي بجد يعني. طب ممكن بس نأجل التعارف ده شوية لحد ما راجع السيناريوس؟ حضرتك لا طبعا براحتك يعني مفيش مشاكل خالص. طبعا أنا شاعر يعني، وأكيد حضرتك قابلتي شعرة كتير جدا زي الأستاذ مثلا عبد الصمد حجاب اللي كان معاكي في المسلسل اللي هو بتاع بعد إذنك بس الصورة قربي كده. لا معلش ما ينفعش أتصور معاك بالشكل ده. ليه طيب يعني حضرتك بتترسم عليا ليه يعني؟ عادي يعني، ما انا ليا حماية كانت تصور مع فنانين كتار يعني، فعادي في عيلتنا ان انا ابقى متصور مع فنانة يعني زي حضرتك الاستاذة ميرفت امين عادي يعني. يا استاذ عادل انا ما بترسمش عليك ولا اي حاجة، انا بس عندي شغل عايزة اراجعه، مش عايزاك تزعل مني. خلاص يا ستي اعتذارك مقبول، اسمعك بقى حتة شعر بقى ايه توهوج مشاعرك وانت داخلة تمثلي بقى. الله يخرب بيتك يا عم مجيد. اتفضل يا استاذ عادل اتفضل. يا مصر اسمك تلات حروف ميم صاد ره، الميم سعاده وراحت بال، الصاد عيالك مش عيال، الره راء قال. برافو برافو. تالي مامتك بتندي عليك تكون عايزه عيش او لا اي حاجه؟ تعوز عيش ايه؟ عارفه حضرتك انا جبت لهم امبارح كميه عيش مرعبه، الاول بيفرطوها كده عشان ايه ما تفقفقش بقى مثلا، وبعدين يدخلوها الديب فريزر، نيجي الصبح نطلعها نسخنها نعمل منها سندوتشات على طول. مالي انا ومال العيش ومال السندوتشات يا استاذ عادل؟ انا ورايا شغل عايزه اراجعه. طب يا استاذه ميرفت حضرتك بتترسم عليا كده ليه يعني؟ انا ما بترسمش ولا اي حاجه، انا عندي شغل لازم اراجعه. ماشي ماشي خلاص اتفضل. يا ترى العيش اللي بتجيبوه بريال ولا ببريزة؟ لا لا ده عيش فينو مش بريال وبريزة. لا 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 عيش فينو. طب في اي حاجة تانية تحب نتكلم فيها؟ زي ايه حضرتك؟ زي مثلا طابور العيش اللي انت بتقف فيه بياخد منك ساعات، ولا البيت دلوقتي بقى بكام، حاجات زي كده يعني. لا حضرتك دي خصوصيات ما بتكلمش فيها. ومالك بقى بتترسم عليا كده ليه؟ اترسم عليك ليه وانت لوحة؟ شربات اتفضل بره يا استاذ عادل بره. ايوه يا ماما. اخرب بيتك يا عم جيت. يا ست مدام جيتي ولا لسه؟ المدام بتجهز يعني، خرجت الشباب عشان هي بقى تغير بقى. انت مالك انت مالك، كل واحد يخليه في شغله، انت مش قبط. ايوه قبط بس يعني، ما انا بقول انا جاهزه يا عم جيت. اتفضلي الا اخرك الا عوائك. ايه اتفضلي 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 اتفضلي، احنا في انتظار حضرتك يعني. اتفضلي اتفضلي خلصوا المشهد وتعالوا على طول. ها مع السلامه. ماشية زعلانة كده ليه؟ أبداً، كانت عايزة تقعد ترغي معايا وتتكلم وبتاع، أنا طبعاً ما اديتهاش وش يعني. كذوب ما صدقككش. عادل بقول لك إيه، أنا مش هتحتح من هنا، قاعدة مستنية لغاية ما ترجع. وأنا كمان يا جماعة خليكوا أعقل من كده، يعني مش معقولة على طول مندفعين، يعني لازم تبينوا شوية كرامة كده. عادل هو أنت مش ناوي تروح البازار النهاردة ولا إيه؟ لا بازار إيه؟ إحنا ياما بعنا، أنا هقعد أستناها معاكم. انا مش فاهم بقى يعني ايه اللي انتوا عاملينه ده يا جماعه. اهدوا شويه اهدوا شويه، ما تبانوش ان انتوا مدلوقين كده. هو يعني جت 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 جت
هي هي فطلي فطلي اوعي تضايقي نفسك خالص. انا اصلا كنت طالعه متنرفزه وده اللي نساني الحوار. بالنسبه للحوار حضرتك انا ممكن اراجع معاك السيناريوز مثلا لو تحب. يعني الله يخرب بيتك يا عم مجيد. انت تزعلها برضو عبد المجيد مزعلها برضو. بقول لحضرتك ايه، احنا محضرين لي جوه عصير جريب فروت. ميرسي. اتفضلي يا هاني اتفضلي، كل حاجه هتبقى تمام ان شاء الله. اتفضلي. ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انا مش فاهم ايه اللي انتوا عاملينه ده. معقوله وجريب فروت ايه يا رانيا؟ هي طلبت مني الجريب فروت. جرى ايه عادل؟ انا بضيفها علشان خاطر تكتشفني وتخليني اغني في اي تتر فيلم. والنبي عادل قول لها اني وانا كمان انا كمان انا كمان يا عادل. حاضر 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 كله بالطابور. رانيا انا بس مش ممكن اخليها لك تخليك تغني، يعني ده انا ممكن اخليها تغني معاك. يا سلام. تعالوا بس اقفوا طابور بقى، اقفوا طابور يلا. لا انا انا بس انا الاول انا الاول انا ماما. لا لا هي الاول هي الاول انا مامتك. لا لا طبعا ازاي يا ماما. طيب رانيا دلوقتي وانتوا خليكوا في الطابور. يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا يا رانيا يلا. بس هي واضح ان هي مركزه، فانت خش على الموضوع على طول. اعمل ايه يعني عادل؟ خش على طول خش على طول. اوكي اوكي. دقوا الشماسي دقوا الشماسي دقوا الشماسي على الفرش دقوا الشماسي. ايوه دقوا الشماسي. يا احلى شمسه واحلى رمله واحلى ميه. ايه السخافه دي؟ شفتي مش قلت لك صوتك وحش؟ احنا اسفين جدا والله. عارفه حضرتك انا بقول لها ان صوتها وحش من زمان. صوت ايه اللي وحش؟ مش تخبطوا؟ معلش حضرتك ده بيتنا احنا برضو يعني. طب معلش ممكن بقى تسيبوني لوحدي عشان عايزه اركز؟ اه قوي قوي. بس كان ليا سؤال صغير، يعني بالنسبه حضرتك للاغنيه بتاعه دق الشماسي، حضرتك كنت بتدق معاهم الشماسي ولا ما دقتيش يعني؟ لا ما كنتش بدق. عارف ليه؟ ليه حضرتك؟ لاني ما بدقش على الحاجات دي. بره بره اطلع بره. حاضر حاضر. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. بقيت الاغنيه اتفضلي بقيت الاغنيه. كسفتيني انا كده مش عارفه اركز. مش حضرتك اللي قلتي؟ مش قلتي لي ان دي عيله سكرها وتوليفه وانا حاسه ناحيتهم بكل حب لدرجه ان انا شخصيا اتخدعت فيهم. طب ما تخليش حد يدخل لي وخصوصا اللي اسمه عادل ده. مساء الخير. انا بعتذر مبدئيا. لا ما هو لا 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 اصل راني عملته ده كان كتير قوي صراحه يعني. يا سلام. وحياه عبد السلام. يا استاذ عادل يا استاذ عادل ابوس ايدك ارجوك يا اخي سيب المدام تركز. طيب يا اخي انت بتضايقها ليه؟ ما تسيبها تركز يا استاذ عبد المجيد. بعد اذنك اطلع بره اطلع بره اطلع بره. حضرتك يعني دي سناء اختي، هي مطلقه يعني بس اكيد نفسها تتجوز. انا ما عنديش عريس مناسب ليها. لا حضرتك انت فهمتيني غلط، انا مش قصدي مثلا حد زي محمد رياض زي محمود خبيل، يعني اي حد وخلاص. بس هي اصلها ايه جلدها تخين شويه. اه دي حاجه منتشره في عيلتكم. اه بس غيري خالص يعني. طب انت عايزني اعمل ايه؟ زبده حضرتك اللي زي البشره، قصدي بشره حضرتك اللي زي الزبده. حضرتك الكريم اللي بتستعملوه له اسمه ايه؟ لا حضرتك يعني يا ريت لو في مثلا علبه فاضيه ولا حاجه تدوها لها. الكريم اسمه لا برضه حتى لو قلت لها على اسمه مش هتعرف. دي يا دوبك كانت بتنجح في الانجليزي بالعافيه. هي دي حضرتك العلبه دي؟ اه دي بتاعت الوش اهي. خدي يا سناء خدي يا سناء دي هاتي زيها. ها عادل دي مش علبه فاضيه دي مليانه على اخرها يا عادل. ما يجراش حاجه مدام ميرفت ممكن تجيب غيرها يعني، او اكيد هي عندها مثلا جايبه منها 10 ولا حاجه. 10؟ اهلا وسهلا فيك. وحضرتك لسه برضه في صفحه 3 عارفه؟ لو ياسمين بنتي بجد 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 كان زمانها خلصت الكشكول اللي في ايدك ده كله يعني السيناريو. امشي 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 امشي. شفتي كسفتينا ازاي؟ كسفتينا ازاي؟ اتفضلي اتفضلي. ما انت عيني. بس بقى يلا بينا يا ابن مجيد، انا مش هقدر اكمل في البيت. ما ينفعش يا مدام، ما حضرتك عارفه ان احنا دوخنا 7 دوخات عشان نلاقي المكان ده، وبعدين الناس دول احسن من غيرهم. دي ناس يا الست اللي قالت لك عايزاكي تطبخي لجوزي عشان نفسه ياكل من ايدك. ده كان يوم هدومي كلها اتبقعت. خلاص يبقى نستحمل الناس دي ونعملهم بحب. ايوه بس الراجل اللي بره ده اللي فاكر ان هو ظريف، مش عارفه لو دخل تاني هعمل معاه ايه. ده ما بيحترمش اي خصوصيه. لا وكل شويه بينكت وقال ايه السيناريوس. جاب السيناريوس دي منين؟ انت عارف انا نفسي اقول له في وشه انت مش ظريف خالص، انت سم دمك يلطش. ايه ده في حد ضايقك في البيت هنا ولا ايه؟ يا عبد المجيد. ايه ده برضه انت عبد المجيد برضه ضايقت معقوله؟ معقوله؟ اتفضل تعالى تعالى اطلع بره اطلع بره اطلع بره بعد اذنك اطلع بره اتفضل. دي بقى ست الحبايب مش محتاجه وصيه. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. عارفه انا بحب كل افلام ميرفت امين.
انت ليه مش مصدقه ان انا ميرفت امين؟ مصدقه يا حبيبتي، بس انا اسلوبي كده لما اتكلم عن نفسي اقول انا عام، اقول لا انا، لا لا اعوذ بالله من كلمه انا. انا بقى بقول انا علشان احنا يعني متخلفين عن بعض، دول عيله جرابيع. انا اتشرفت يا مدام. ميرسي. عايز اسالك سؤال من فضلك يا مدام ميرفت، هو ليه حضرتك ما بتعمليش افلامات عالميات؟ السؤال غلط يا حماد، السؤال غلط. ليه الافلام العالميه ما بتستعينش بالاستاذه ميرفت امين؟ هتصدق يا استاذ عادل، حتى الكلام الحلو لما بيطلع من بقك ما بيبقالوش طعم. ربنا يخليك، ربنا يخليك. على فكره انا مؤلفه قصه. قصه؟ حدوته فيها قصص كتير كده، وناظر وقصص. يعني حدوته عنقوديه يعني. عن تضحيه ام، اسمها تضحيه ام. ام عايشه بقى مع جوزها وحماته وبنتها وبنته، والام عماله تضحي 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 تضحي. تفتكري بقى النهايه هتكون ايه؟ اكيد هتنتهي بتضحيه. شفتي؟ انا خلاص هقعد معاك. والله قول للعبد المجيد يلغي الاوردر. يلغي الاوردر؟ يا سلام، دي الكلمه اللي انا مستنيها من الصبح. ارتحت يا استاذ عادل؟ طبعا والله ارتحت لحضرتك. يا سلام، حرقت اعصابي وارتحت. ربنا يخليك. والله العظيم مش عارف التضحيه اللي حضرتك عملتيها النهارده، لقيت الاوردر كله. يا رانيا يا نجلاء، تعالوا كلكم، تعالوا كلكم يا جماعه، تعالوا. تعالوا تعالوا، مدام ميرفت خلاص لغت الاوردر وهتقعد معانا النهارده. بالمناسبة السعيدة دي يا جماعة، أنا هبعت دلوقتي أجيب كشري. هو صحيح مش أنا لوحدي اللي بذاكر، يعني الياسمين كلنا بنشارك بعض، بس الحقيقة إن بنتي لقطة مني الذكاء والموهبة والمعلومات كده يعني. وأنتوا عاملين إيه بقى في شغل البيت؟ مين فيكم اللي بيطبخ؟ أنت آخر واحدة تتكلمي. لعلمك كلنا هنا في البيت جاهدين، بنحاول ما نخليش رانيا بالذات هي تطبخ لنا. ايوه صح، عشان لما بتطبخ لنا كلنا بنروح الاسعافات، بنعمل غسيلات معدات من التسممات. على فكره انا طبيخي كان وحش جدا لحد ما اكلت منه. ايوه كلنا كنا الاول كده يا حبيبتي. بس انا بقى اول مره اخش المطبخ علشان اطبخ لجوزي مسقعه داخل الحمام، من ساعتها ما طلعش. انا بموت في المسقعه. طب دقيها من ايدي بقى. لا 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 بالمناسبه يعني الفيلم بقى بتاع حافيه على جسر من الذهب، ساعه ما حضرتك بقى ايه كان معاك عادل ادم، كان هو عادل ادم اللي هو بحق وحقيقي، ساعه ما كان بيقولك يا قطه، وبعدين كان بيولع لك في الفستان يعني، وكان بيغلس عليكي جامد في الفيلم. كان هو بيغلس عليكي برضو في البلاتون ولا ايه؟ بلاتون. انت معاك شهادات ايه؟ والمسقعه ايه يا ماما بتقولي؟ انا اللي هعمل مسقعه. لا 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 لا، اوعي تاكليها من ايديها، انا اللي هعمل لك مسقعه. تحبي بقى بالبشاميل ولا من غير؟ يا ريت بالبشاميل. هي ساعه واحده وهتكون جاهزه يا حبيبتي. انتوا القعده معاكم ما يتشبعش منها. يا اختي ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله عارفه حضرتك نفسك. انا وجهت لك كلام. في القسط بتاع مدرسة ياسمين قرب، أنا عارف، أعمل إيه طيب؟ حاضر حاضر. ومريالتين ليه؟ ما كفاية مريالة واحدة وتلبس المريالة بتاع السنة اللي فاتت يا رانيا. ماشي، وإيه؟ كراريس من الموسيلك؟ طب ليه كراريس من الموسيلك؟ طب ما ممكن دفتر واحد تقسمه على أربع مواد، ما أنا أيام عملت كده وكلنا اتعلمنا كده يعني. حاضر يا رانيا، حاضر، مش عارف أجيب فلوس منين بس هتصرف، حاضر حاضر حاضر، ماشي، مع السلامة، مع السلامة. خير يا دولة؟ ايه محتاج فلوس؟ قول يا عم وما تتكسفش، قول. انا لو محتاج فلوس هاخد منك انت يا رمزي، انت كلك على بعضك، لو بعتك ما تجيبش تمن استيكة ولا قلم رصاص من اللي ياسمين عايزاهم. العداد فين؟ خلصوني. عداد ايه يا عم، انت داخل على تاكس فيه ايه؟ هتهزر؟ والله هعمل لك محضر تهرب من دفع الكهرباء. بالراحة علينا. طب يا عم تيجي تاخد لك قلمين، العداد موجود اهو، اتفضل اكشف عليه. يكشف عليه يا دولة؟ هو العداد حامل؟ بتاع 150 جنيه. 150 جنيه؟ حضرتك ما كشفتش عليه ايه؟ واخده بالاحساس يعني؟ احساس ايه؟ انت مش شايف كوم الزباله اللي مرمي بره البازار؟ وايه علاقه الزباله بالكهرباء حضرتك؟ لو واحد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول له يح يح ايه؟ والنبي يا باشمهندس سكت حماده ويشيل الشوربه من على بقه. انا بقول لو كهرباء، لو حد كهرباء هتقول له ايه؟ هقول عليه ان هو انسان مستهتر يعني. مستهتر ايه يا باشمهندس؟ هو زوغ من المدرسه؟ طبعا هتقول عليه بني ادم زباله.
يا سلام، انتوا ماشيين كده دلوقتي يعني؟ هو كده، من ساعة ما اكتشفوا الكهرباء والناس بقت تزبل مع بعض. بقول لك ايه، هتدفع الكهرباء ولا اقطع المية؟ لا، طب وحضرتك دلوقتي يعني ايه علاقة المية بالكهرباء؟ يا غبي يا غبي يا غبي، ما مفهومة يا ابني. انت مش كل يوم عشان الحر اللي موجود ده بتروح ترش مية قدام البازار؟ طيب وانت بترش المية مش اكيد ممكن تطرطش على حد ماشي؟ طبعا يا دول. اكيد ساعتها بقى بيقول لك يا بني ادم يا زبالة، ساعتها تعرف ان ده بتاع الكهرباء. احبك انسان واعي ومثقف. حضرتك انا معيش فلوس ادفع دلوقتي، ممكن حضرتك تسيب لي الكعب يعني؟ كعب برضو؟ وانا كل ما اعدي على حد يقول لي كعب؟ مفيش حد اداني جنيه يعني امشي من غير كعوب؟ اتفضل يا سيدي ادي الكعب. ايه ده؟ اكيد الراجل ده كهرب قبل كده. انا هعمل ايه بس؟ الحمد لله دول، اخدت الكعب يا عم ودفعتش حاجه، بلفته. يلا ما انا كده كده الفلوس دي عليا، هدفعها يعني هدفعها. طب انا عندي فكره دولا، بص احنا نبطل نرش ميه علشان نوفر في الكهرباء. ما انت يا عيني مش هتفهم، مش هتفهم، هم مصعبينها عليك زياده، ما انت غبي يعني. انا اعمل ايه؟ ادي 150 جنيه غير كده بقى، لسه رانيا ولسه كل اللي في البيت غير ياسمين، مصاريف مدرستها والاكل والشرب والكتب والكراريه، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ طب هتعمل ايه دولا؟ انا مش عارف، انا بقول لك اعمل ايه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه ده انت ما جبتش اللحمه معاك ليه؟ ايه اللحمه؟ بكره 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 ان شاء الله يا ماما. بكره ده ايه؟ طب والخضار؟ الخضار هتعملوا ايه بالخضار من غير لحمه؟ معقوله يعني هتاكلوا الاكل ورديحي؟ ما يصحش يعني يا ماما. يعني يا بابا هتجيب الحاجات دي ولا مش هتجيبها؟ انت مالك، انت بتتكلمي في حاجه زي كده ليه؟ مامتك فين؟ خدت امها واختها وراحوا فرح واحده صاحبتها. فرح؟ والله ناس رايقه قوي الناس دي، يعني انا مش فاهم في حد يعمل افراح اليومين دول. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبتدي الليله. ألف مبروك يا رانيا، اتخطبتي ولا ايه؟ لا انا عندي حاله من السعاده والانتعاش يا عادل. والحاله بتاعت الانتعاش دي كانت بسبب الفرح اللي انت روحتيه طبعا. يا عادل فظيعه 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 واوفر من الفظيعين كمان. مش عايزه اقول لك الافراح اتطورت ازاي، تجنن. اهم حاجه يعني كان في بوفيه واكل وتعشيته. ده كان اوبن بوفيه يحتوي على خيرات الله. وده يعني كان في حلو بقى بعديه؟ يا ده احنا اشجار بقى، موز بقى واناناس وجوز هند بقى مدلدق على الارض وحاجات كتير بقى. ولا الزفه يا عادل؟ مش عايزه اقول لك على الزفه، رهيبه. الزفه ايه 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 الزفه؟ ايه مالها يعني؟ الزفه دي كانت زفه واحده، دول ثلاث انواع من الزفه، سمسميه وبورسعيديه ودمياطيه. وعايزه اقول لك بقى ثمن الزفه الواحده كام بقى؟ بكام ثمن الزفه؟ 2000 جنيه. نو 2000 جنيه و3 4 3000 جنيه 4000 جنيه. ليه بيقولوا ايه فيها الزفه دي؟ ايه اللي بيقولوا ايه؟ ده اساسا هم ما بياخدوش 3000 جنيه في اليوم، لان اصلا الزفه الواحده بتلف مثلا على 4-5 افراح في اليوم. نو اكتر من كده بكتير، 10-20 حاجات كده يعني. على الاقل الزفه دي بتعمل لها بتاع 10000 جنيه في اليوم. بس كانت رهيبه يا عادل، الناس اتجننت بالزفه. فاكره يا مامي؟ تحفه. ايوه بس برضو ما هو اللي بيقولوا في الزفه هو بقى لهم 100 سنه يعني، لو طوروا الزفه دي ممكن يعملوا ارقام اكتر من كده. انت قلتي لي الزفه دي بكام في اليوم؟ ايوه جه رز على شيشه نظيفه بلا قطيفه. دولا انا عايز افهم بقى دلوقتي احنا قاعدين مستنظرين مين؟ وانت متضايق ليه قوي كده يعني؟ ايوه دولا احنا سايبين البازار يا عم لوحده. يا سلام، اللي يشوف كده يعني يقول الواد بيحب البازار. لعلمك بقى انا ما بطمنش على البازار الا وانت بعيد عنه. ماشي يا دولا، برضو ما قلتليش احنا مستنظرين مين؟ عارف يا رمزي؟ إيه؟ انا مستني ان هو واحد راجل بقى هايل، حته بني ادم تحفه. يالا هو ده اللي هيحل لي كل مشاكل الماديه، لو المشروع اللي في دماغي حصل هينقلني نقله تانية. ايه هتستلف منه؟ هستلف منه وجايبك معايا ليه بقى؟ تضمني يعني عشان تتحبس مكاني؟ بس يالا بس يالا، انت ما تفكرش. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا.
اكيد طبعا حضرتك بالدخله دي الاستاذ هشيكا صح؟ احبك واحب اعرفك بتاريخي. انا لالو هشيكا كبير مصممي ومطبلي فرق الزفه دفعه محمود رضا علي رضا ومحمد رضا. تحب نقول كمان؟ لا كده رضا وحضرتك انا دفعه احمد حلمي. امرني حضرتك. انا بفكر اطور الزفه. وانت تفهم في الزفه؟ ايه اللي افهم في الزفه حضرتك؟ انا خطبت مرتين واتجوزت مره، غير كده بقى حضرت كل افراح اصحابي وقرايبي. يعني خش في الموضوع. حضرتك انا بفكر اعمل دمج بالنسبه للزفه الفرعوني والزفه المصري. وايه علاقه الزفه الفرعوني بالزفه المصري؟ ازاي بقى حضرتك؟ حضرتك الزفه الفرعوني دي اساسا كانت زمان ايام الفراعنه يعني، وطبعا كانت هي نفسها زفه مصري. وبعدين الزفه الفرعوني لعلمك يعني كليوباترا ما رضيتش تتجوز انطونيا عشان الزفه، اتخانقوا على الزفه. طب وانت ضامن ان الفراعنه دول موهوبين؟ مواعيدهم مظبوطه؟ لا عنك انت بقى المره دي يا دوله. بالنسبه للموهبه حضرتك يعني فمعروف ان الطفل الفرعوني أذكى طفل في العالم. اسم الله. لحد ما بيموت بيبتدي ذكاؤه يقل. أنا بفكر يعني إن اللبس كله كمان في الزفة هيبقى فرعوني، بالنسبة للآلات المستعملة كلها فرعوني، ودي طبعًا إحنا مش هنشتريها، إحنا ممكن نأجرها من متحف عشان نوفر. طب والرقاصة يا دولة؟ لا الرقاصة برضه فرعوني، لأن المرأة الفرعونية اقتحمت مجالات العمل من أيام الفراعنة يعني. اسمح لي. والأغاني؟ الأغاني حضرتك معاك الشاعر عادل سعيد، هتحفك بأغنيتين للزفة مكتوبين على ورق بردي هتندهش. والألحان؟ بالنسبة للألحان أعتقد أنها تبقى ألحان فرعوني برضو، هنلم شوية ألحان معروفة نعمل لها ريميكس ننزل بيها على الأفراح نكسر الدنيا. والورثة؟ الورثة بالنسبة للأستاذ حلمي بكر يعني أعتقد إن هو الفترة دي مشغول بستار ميكر يعني فمش هيعمل لنا مشاكل ما تقلقش. يبقى كده مفيش غير مكان البروفات ومصاريف البروفات. ما تقلقش المصاريف والمكان موجود عندي حضرتك، ما تشغلش دماغك خالص، بس واضح يعني إن الاسم على مسمى أستاذ هشيكا. واضح واضح. يا جماعة يا جماعة فلوسكو كلها هترجع لكو على داير مليم إن شاء الله مع أول زفة أعملها. يا عادل يا عادل احنا مش ضد اللي انت بتعمله، بس لازم تعرف ان في مستويات بتاعت الافراحات دي انت لازم تختار منها. انا فاهم قصدك يا حماتي، قصدك تقول يعني اللي بيتولد كبير بيفضل كبير واللي بيتولد صغير بيفضل صغير. انا متوقع ان في خلال فتره وجيزه جدا انت هتبدا تزف افراحنا في الخارج في دول شرق اوروبا وهتمثل الزفه المصريه بره. ايوه طبعا ده وضع طبيعي، العالميه جايه جايه انا مش مستعجل. وانا بالنسبه لي كل صحباتي اللي هيتجوزوا قريب هقول لهم على الزفه بتاعتك، بس بشرط ليا نسبتي. خلاص يا ست نسبتك محفوظه، بس اهم حاجه تتجوزي وانا اعملك الزفه دي مجاني من عندي. بابا انا عايزه اتجوز. تتجوزي؟ ايه اللي فكرك بحاجه زي كده؟ عشان عايزه اتزف. يا ست تيجي عليا ازف كل يوم وانت رايحه المدرسه، بس انسي موضوع الجواز ده، ده مصاريف كتير. عادل اياك والحرام، الافراح راقصات وخمور. لا يا ماما مش كل الافراح يا ماما، وبعدين حتى لو في حاجه زي كده انا مالي، ما انا طول عمري مثلا ببيع تماثيل، شفتيني مره عبدت اصنام؟ لا يا عادل انت راجل محترم طول عمرك. ازاي راحت علينا دي يا عادل؟ انت ازاي هتوفق ما بين البازار والزفه؟ مساله بسيطه خالص مش محتاجه ده كله، إيه البازار بالنهار والزفه بالليل. جم جم يلا خش جوه خش جوه خش جوه يا جماعه بتوع الزفه جم يلا خش 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 كل على الهوا كل على الهوا كل على الهوا يلا يا مشرفان. الو 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 سمعني سلام وتحية للناس المية مية، سمعني سلام ليالي الحلمية. حضرتك
سلام ليالي الحلميه. ايه مع احترامنا طبعا للاستاذ اسماعيل عبد الحافظ، بس حضرتك احنا سفه فرع روني، يعني ممكن مثلا نسمع سلام الصوت والضوء، نسمع سلام كفاح شعب طيبه، نسمع سلام طرد الهصوص من مصر كده يعني. نسمع سلام يا صاحبي. بص انت يا صاحبي، انا عايز اعرفك غور من وش يالا. بقولك ايه يا سيدولة، السكه دي انا ما اعرفهاش، ظبط الفرقه واديني عربوني. عربون حضرتك موجود طبعا. اتفضل. معلش هو عربون قصير شويه لكن هو اللي موجود يعني. هو ده عربونك؟ انا بقى الفرقه دلوقتي عامل لها نيو لوك فظيع جديد. هلبسكوا لبس غريب. رمزي. نعم دولة. روح هات الهدوم يلا. عينيا. هدوم ايه؟ يخرب بيتك. كل مزاهر يلا يا اهل البيت تعالوا جمعوا ووفقوا والله سادة قولي هالو. صب 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 صب، جمع ولفق ايه يا اخوانا؟ الكلام ده كلام قديم، احنا زفة فرعوني، كلنا لابسين فرعوني، لازم نغني غنى فرعوني. ايه يا عم القائد؟ هو انت هتغير في الكلام كمان؟ يا جماعة لازم الكلام يبقى فرعوني يا اخوانا، افهموني بقى. يا دولة بقى خلوهم يا عم يطبلوا بقى يا عم، انا خلاص سخنت على الرأس يا دولة. بس يلا بس يلا، سخنت على الرأس ايه؟ انت مال؟ انا بص اساسا انت مش هتبقى في فرقتي ولا حتى هتيجي تتفرج على الزفة. يا دولة انا لو خدت فرصة واحدة بس في حياتي في الرقص دي هضرب دينا وهقعدها في البيت. يخرب بيت انت طموحك يلا تبقى رقصة؟ انت مش فاهم يلا. ماشي 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 ماشي. ايه ايه هتضربني يعني ولا ايه؟ ماشي ماشي. خد يا رمزي. نعم دول. خد وزع الورق ده على الفرقه كلها، احفظوا الكلام ده يا اخوانا وهتغنوه معايا دلوقتي. حاضر يا دول يا كبير. ها اللي هشوفه بيبص في ورقه غيره هسحب منه طبلته. اي حد يلا يقول كلام غير اللي في الورقه ده قول لي يلا. حد يسجر يا دوله. حد يسجر صح. اقعد اقعد معايا يا اخوانا. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين. الصلاة عالزين الصلاة عالزين الصلاة عالزين الصلاة عالزين. مين اهو واحد القطرين. مين اهو واحد القطرين. دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع دي 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 راع. الحب الحب الهجر الهجر يا الحب الحب الهجر الهجر يا دولة دولة دولة. حلاوتك مش معقولة. يلا ولا ولا ايه 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 المروحه اللي انت مشغلها لي في البازار دي؟ دولا بص احنا بقالنا 10 ايام عمالين نهرف نفسنا بروفات وما جاتلناش لغايه دلوقتي حتى قرايه فاتحه ولا طور حتى. ما يجراش حاجه، السوق نايم دلوقتي بتاع الافراح، يعني اكيد كل الناس الفنانين اللي زينا بيشتكوا، يعني اكيد عمرو دياب بيشتكي وتامر حسني بيشتكي وكل الناس بتشتكي. مساء الخير. مساء النور. اهلا وسهلا. من فضلك يعني حضرتك، وانا انا بفرش شقتي وكنت محتاج شويه تحف وانتيكات يعني او اي حاجه. طب انت مكسوف ليه قوي كده يعني؟ وانت مش هتدفع فلوس ولا ايه؟ يا دولة يا دولة احنا في عرض زبون دلوقتي يا عم. ها شوية تخفيضات يا دولة وتسهيلات، فتح مخك. بص بص رمزي، يا اهلا اهلا نورت الدكانة دي كلها حضرتك والله. بص احنا حضرتك عاملين لك يعني تخفيض 90%، موافق؟ موافق. 90% تخفيض؟ طب ما تديله البضاعة ببلاش وتديله فوقيهم 30-40%. لا 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 ما بحبش اخد حاجة ببلاش، الفلوس كتير، أهم حاجة إن أنتوا تشرفوني قدامنا سايبي. قدامنا سايبك؟ أفهم من كده إن حضرتك متجوز؟ لا لسه ما اتجوزتش، الجمعة الجاية إن شاء الله. ايه ده؟ اتجوز لسه الجمعة الجاية؟ لا ألف مبروك ألف مبروك. أيوة 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 ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. حضرتك لا لا معلش معلش، حضرتك يعني اتفقت مع فرقة زفة ولا لسه؟ لا لسه 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 لسه. بص حضرتك انا ممكن اخدمك خدمه جامده جدا، انا ممكن اخدك مقاوله، البضاعه اللي انت عايزها كلها اديها لك، وغير كده كمان انا ممكن اعمل لك الزفه، وزفه مش اي زفه، زفه فرعوني. زفه فرعوني؟ حلو ده حلو ده. ايوه يعني زفه هتدخلك التاريخ يا ابو العرسان كلها يا ابو العرسان كلها. بص حضرتك الزفه هتطلع ان شاء الله من سقاره كاريتا فرعوني، انت والعروسه هتركبوا، لا انت لوحدك تركبوا، العروسه هتكون بقى عند الكوافير في المعبد، واخد بالك؟ نقوم احنا بقى ايه ورايحين لها بالكاريتا كده، وتاخد العروسه ونقوم طالعين عند سقاره مثلا، ولا نروح لا عند الهرم الكبير. اخد حضرتك بقى بالكاريتا كده اهو، نلففك حوالين الهرم الكبير حوالين الهرم الكبير
يكون حماد بقى اللي هو ابو العروسه شايفينه نازل على الهرم الكبير، نازل جري، نازل جري خايف. ليه 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 ليه, ليه؟ الهرم الكبير نازل من خوفه. بعد كده بقى ايه، نقوم واخدين العروسه ومودينها على النيل، ونقوم رمينها في النيل وتننا راجعين على طول علشان تبقى عروسه النيل. لا حمار 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 غبي، انا حضرتك يعني ما تقلقش خالص. بس على فكره الزفه دي ما حصلتش، هتشرفك قدامنا سايبك وقدام العالم كله. زفه فرعوني. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا رب. زفه فرعوني. والزفه دي على فكره مش هتكلفك كتير خالص، يعني الزفه دي ممكن تخش لها مثلا في 2000. شيدون ايه كتير كده. 2000 مبروك، 2000 مبروك. الزفه دي ب 500. 500؟ ده انا كنت عامل حسابي في 1000 جنيه. ما هو 500 دول اللي هم العربون، وبقيه ال1000 بقى اللي انت عامل حسابك عشان الزفه تدوم لنا يوم الفرح ان شاء الله. حلو ده. ادي 500، ادي 500 جاهزين اهو. يا متشكرين قوي، متشكرين قوي. ان شاء الله ان شاء الله ميعادنا باذن الله يوم الجمعه الجايه الفرح. حلو. باذن الله يوم الجمعه الجايه ان شاء الله ناخدك، هنعمل لك زفه ونعمل لك فرح ان شاء الله، تطلق بعديه على طول. الزفه الفرعوني. الزفه الفرعوني. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما. نعم. اهو الخضار والفاكهه جبتهم، اعملوا لنا اي حاجه بقى ناكلها. جبت الفلوس يا عادل؟ جبت جزء من الفلوس، اي حاجه انتوا عايزينها تحت امركم. ربنا يكرمك يا حبيبي. بقول لك ايه، اي عروسه تزفتوها بقول لي على اسمها. يعني يا بابا يعني هجيب لي المريالتين السنه دي؟ اجيب لك يا حبيبتي المريالتين، وهجيب لك كمان كشكول من ابو سلم. عادل اخيرا استثمرت موهبتك لاسعادنا جميعا. ابي عادل انا عندي واحده صاحبتي بتموت في الرقص، اجيبها لك تشوفها تنفع ولا لا؟ اهم حاجه ملامحها فرعونيه. هي اصلا من المنصوره. من المنصوره؟ لا اكيد ملامحها مش هتبقى فرعونيه. اقول لك ايه عادل، العروسه دي يعني عايز اعرف كده، هي من عيله كويسه ولا عيلتها كومبلونش؟ لا كومبلونش ايه، لعلمك بقى العروسه دي من عيله كبيره جدا، عيله المرتعلي، ودي من اصل فلبيني. كده انت طمنتني عشان انت عارف الفنان كرامه. عادل انا عندي طلب يعني يكاد يكون يعني صعب تحقيقه، أو يكاد يكون مستحيل تحقيقه اصلا، بس هو طلب يلح عليا اني اطلبه منك. حبيبتي اطلبي كل اللي انت عايزاه. هو انا عندي طلب يعني هو معنوي قوي. ايه هو بقى؟ انا نفسي اتزف. تزفي قوي قوي؟ انت ممكن لو لبست بيجامه من البيجامات اللي عندك دي ونزلت الشارع العيال الصغيره كلهم هيزفوا. لا يا عادل انا عايزه اتزف زفه فرعوني مش زفه عيالي. زفه فرعوني؟ بص يا رانيا هيبقى صعب اوعدك بحاجه زي كده عشان الناس ما يقولوش يعني ان انا استغليت المهنه الجديده اللي انا شغالها وبزف مراتي. انا مش عايز احراج، مش عايز احراج. بعد اذنك يا رانيا انسي موضوع الزفه ده خالص. فرح الأرديحي ده. هي فين الزفة دي يا سي خالد؟ بنتي أنا تتجوز من غير زفة؟ يا حماتي هم جايين، أنا دافع 500 جنيه عشان الفرح دوت، وبعدين في زفة فرعوني يا حماتي، زفة فرعوني هتعجبك قوي. أنا حايس عنك يا إخواتي عشان الليلة دي تعدي على خير. يلا خش بالدي جي. لا دي جي إيه؟ الزفة الفرعوني وصلت والأول مرة في مصر. نزل لي بقى العريس والعروسة عشان الشمس تتعامد على وش العريس فيولع. ما تقلقش ما تقلقش، الزفة 100 100 يا معلم. يلا يا فندية، 1 2 3. اقصدوا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله وكفلوا اللي قالوا. زوروا المقابر يلا يا اهل الخير تعالوا، جمع وحنط والله فرعوني. لازم حضرتك تشجع مصر يا فندم. وكنا عملناه في المتحف احسن. متحف ايه؟ ما المتحف مش فاضي حضرتك، سيبوه اسيبنا لو سمحت نكمل شغله. زوروا المقابر يا اهل الخير تعالوا.